يا رب اطلع انا الحاكم، يا رب اطلع انا الحاكم. عسكري، انا كل مره اطلع عسكري نفسي مره اطلع الحاكم. كاميليا عملتي ايه؟ جالك حاكم صح؟ للاسف يا ماما انا طلعت عسكري برضو السنه دي. يا ترى مين الحاكم وهيعمل فينا ايه؟ نور عملتي ايه؟ انت طلع لك عسكري برضو معرفتيش مين الحاكم؟ بيقولوا مس منا هي الحاكم السنه دي. إيه؟ بجد مس منا طيبه قوي واكيد هتحكم علينا حاجات سهله. تعالي نشوفها بسرعه. مس منا ازيك؟ قالوا لنا ان انت الحاكم السنه دي. للاسف يا بنات انا طلع لي عسكري زيكم. ايه ده انت عسكري برضو؟ امال مين الحاكم يا ترى؟ مش مهم مين الحاكم، المهم هيعمل فينا ايه. ايوه صح، انا فاكر السنه اللي فاتت اللي ما سمعش كلامه كان بيدخل السجن. للاسف السنه دي اللي مش هيسمع كلامه هيختفي. نعم ممنوع تاكلي لمده 24 ساعه. نعم وانا هعملها ازاي دي؟ ما تنسيش يا كاميليا ان اللي هيخالف اوامر الحاكم هيختفي. حاضر حاضر يا مس منا. عدى 6 ساعات انا جعانه قوي، انا مش قادره يا ماما. يا حبيبتي استحملي، ما ينفعش حد يخالف اوامر الحاكم. حاضر. انت شفتي جنى اختك؟ انا مش لاقياها. صح، هي فين جنى؟ احسن تكون كانت واختفت يا ماما. تعالي ندور عليها بسرعه. جنى جنى انت فين؟ جنى انت بتعملي ايه؟ سيبي المحشي ده من ايدك بسرعه. لا انا جعانه قوي يا كوكي، انا مش قادره. معلش يا جنى، فاضل 12 ساعة خلاص وهناكل بعد كده. أنا مش قادرة، أنا هاكل واللي يحصل يحصل. لا يا جنى، ماما جنى اختفت وأخيرا هناكل. حكم الحاكم ممنوع تتكلمي، هتغني بس. إيه؟ قلتني كده؟ مين؟ تقصدنا أنا؟ شفتي يا كاميليا الحاكم حاكم علينا بإيه؟ هنعمل إيه دلوقتي؟ يلا نروح بيتنا. ماما يا ماما. تعالي حبيبتي أنت جيتي؟ ماما هو أنت إزاي بتتكلمي كلام عادي؟ أنا خلاص مش قادرة أخبي السر أكتر من كده. كاميليا أنا الحاكم. نعم يا ماما أنت الحاكم؟ طب إزاي؟ دي جنى ماتت بسبب احكامك. انا ما كنتش اعرف ان هي هتخالف الاوامر ومعرفتش انقذها. انا بجد مش مصدقه اللي انت عملتيه. الجهاز اللي ماما بتتحكم منه فين؟ اهو. حكم الحاكم اللعبه دي لازم تقف حالا. لقد تم تعطيل اللعبه. باي باي.